مساء الخير على حضراتكم متابعي تليجراف مصر في كل مكان. معاكم مي الكناني وبث مباشر جديد من داخل محافظة الدقهلية. احنا موجودين معاكم من داخل منفذ كلنا واحد في مدينة المنصورة، بنتابع وبنعرض لحضراتكم اسعار كحك العيد قبل ايام من حلول عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. المنفذ موجود امام استاد المنصورة في مدينة المنصورة، بيبيع باسعار مخفضة عن المعروضة في الأسواق، طبعا ده تيسيرا على المواطنين. موجود هنا داخل المنفذ كل احتياجات العيد، يعني زي ما حضراتكم شايفين كل الحلويات والبسكوتات وكحك العيد، كمان موجود البقوليات والزيوت والسمن وكل ما تحتاجه الأسرة موجود هنا داخل المنفذ بأسعار مخفضة. كمان زي ما شايفين مع حضراتكم أسعار كحك العيد، الغريبة استادة ب 180 والغريبة المكسرات ب 200، كمان موجود هنا استابليه ب 220 والبيتي فور ب 160 جنيه والكحك بمختلف انواعه ب 140 والبسكوت ب 140 والكحك المشكل او كيلو المشكل ب 150 جنيه. كمان موجود الكحك البلدي ب 200 وب 230 جنيه. احنا موجودين معاكم داخل المنفذ وهنشوف مع حضراتكم وهنستعرض ليكم الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية. مساء الخير يا فندم، معاك مجدي الشهاوي، حلواني أنديل، مصنع أنديل برامون. شركة أنديل عاملة مشتركة في مبادرة كلنا واحد علشان رفع المعاناة عن محدود الدخل وعن المواطن البسيط، وشركة أنديل بتعمل خصومات عالية جدا وبتعمل خصم 20% على المنتج بتاعها وبتعمل تراوح في اختلاف الخصم حسب نوع المنتج، وكل ده طبعا توافقا مع مبادرة كلنا واحد وتضامنا مع وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيراعي. أنا عندي غريبة سادة ب 180 جنيه، عندي غريبة مكسرات ب 200 جنيه، عندي السابليه بمكسرات وعين الجمل واللوز والشوكولاتة ب 220 جنيه، عندي بوتفور ب 160 جنيه، عندي كحك خليط ب 140، عندي بسكوت خليط برضه ب 140 جنيه، عندي كحك بتاع عيني وكيلو مشكل ب 150، عندي كحك بلدي بمكسرات باللوز وعين الجمل ب 230، عندي كحك بلدي ب 200 سمنه بلدي صافي، عندي انواع مختلفه من البسكوتات بالسمنه، شوكولاته، بسكوت شوكولاته وبسكوت بالقرفه وبسكوت بالنشادر ومختلف جميع الانواع وجميع الطعم، وكل ده مساهمه من شركه انديل بالبرامون طريق المنصوره الشرقي لرفع المعاناه عن محدود الدخل وعن المواطن البسيط. الاسعار موجوده جوه المبادره اقل من بره طبعا بالتاكيد. داخل غير كمان ان شركه انديل بتعمل خصومات توصل ل 20% على المنتج بتاعها. في خصم موجود داخل المنفذ اكتر من اسعار المعروض كمان، لكي الناس تيجي هنا تتمتع هنا بالخصم اللي موجود، واحنا كمان بننزل خصم كمان على اكتر من منتج تضامن مع المواطن ياخد حاجته كلها، رفع المعاناه عن المواطن ياخد حاجه العيب كلها من عندنا. حضرتك طيب، يعني احنا موجودين معاكم ومستمرين معاكم مشاهدينا من داخل منفذ كلنا واحد امام استاد المنصوره. يعني شايفين مع حضراتكم برضو حلوى العيد موجوده ب 140 جنيه وب 120 جنيه، وفي كمان انواع ثانيه ب 155. الشوكولاتات كمان موجوده هنا باسعار مختلفه اقل من الاسعار المعروضه في الاسواق الخارجيه. المبادره او المنافذ اللي بيتم افتتاحها بتكون خاصة بتخفيف العبء عن المواطنين، يعني زي ما شايفين مع حضراتكم الترمس كمان ب 36 جنيه. يعني عايز اقول لحضراتكم ان الاسعار كمان النهارده داخل المنفذ اقل من الاسعار الاسبوع الماضي، وده بيكون بتوجيهات علشان يتم تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع اللازمه ليهم باسعار مخفضه. مساء الخير، عايزين
نعرف بس المنتجات اللي عندك واسعارها ايه. منتجاتك اسعار الجبن يعني؟ اسعار الجبن ديت كيلو جبنه شيدر تمام بتعمل قشطه نص كيلو ب 35 والكيلو ب 70 تمام، ودي جبنه مش كيلو ب 45 تمام، ومعانا سمنه خليط بقره على جاموسي 195 تمام، والحلاوه 300 جرام ب 35 وجبنه شيدر 2 كيلو ل 200 جرام ب 100 جنيه والنص كيلو منها ب 35 والجبنه دي ب 15 والجبنه ديت بالقطعه بتاعتها ب 30 جنيه والجبنه ديت جبنه صفرا فيتا برضو ب 115 كيلو ونص. متابع معاكم برضو الرز هنا داخل المنفذ ب 27 جنيه، المكرونه ب 10 جنيه، الزيوت طبعا دي من الحاجات المهمة جدا وكل الناس بتسأل عنها، دي أسعار الزيوت عليها تخفيضات 95 بدل 120 وفي ب 58، في ال 2 لتر ب 120 جنيه وفي ب 50 جنيه، زيوت مختلفة زي ما حضراتكم شايفين، برضو العسل أسعاره متفاوتة 140 جنيه و 90 جنيه. مساء الخير، عايزين نعرف بس الاسعار عندك ايه. اسعار المنتجات بقى عندك ايه؟ ماشي، هو احنا عاملين عرض على كيلو العسل، الكيلو عامل 90 بدل 120، كيلو عسل تمام، وفي عرض اتنين مع بعض عاملين عليهم العرض ده، اتنين مع بعض عاملين 140 بدل 160، وفي كيلو المكسرات عسل بالمكسرات عاملين برضو على عرض ب 175 بدل 190، والنص بتاعه ب 80 بدل 100، والزيوت عاملين عرض على الزيت ب 50 950 مللي، وال 2 لتر ب 120، واللتر لوحده عامل 58، والكريستال ب 95 بدل 120. اسعاركم هنا اقل من الاسعار اللي بره؟ اقل من الاسعار اللي بره بخصم حوالي 25%. ده طبعا علشان الناس توفيرا عليهم، توفيرا للمبادره. زي ما شايفين مع حضراتكم مشاهدينا من داخل منفذ كلنا واحد داخل استاد او امام استاد المنصورة، برضو في هنا في انواع مختلفة برضو من الكحك ب 100 جنيه زي ما شايفين مع حضراتكم، كل احتياجات المواطنين، والبيض ب 160 جنيه، اسعار الجبن المنفذ موجود امام استاد المنصوره، منفذ كلنا واحد لبيع السلع للمواطنين باسعار مخفضه واسعار مدعمه، كل الاحتياجات موجوده داخل المنفذ، اي سلع غذائيه بيحتاجها البيت موجوده كلها هنا باسعار اقل من الاسعار الخارجيه في الاسواق، طبعا دي بتكون مبادره من الدوله للتخفيف على المواطنين وبيع السلع ليهم، كل السلع وكل الاحتياجات باسعار مخفضه تيسيرا عليهم، وبيكون في خصومات موجودة هنا داخل المنفذ، يعني زي ما شفنا مع حضراتكم ان الكحك اسعاره معروضة ولكن كمان في خصومات اكتر عن الاسعار المعروضة وعن الاسعار المكتوبة، طبعا دي كل احتياجات العيد وحلويات العيد موجودة زي ما شايفين حضراتكم، وبنعرض عليكم الاسعار داخل المنفذ المدعم، كمان السكر 27 جنيه موجود برضو ومتاح هنا، السكر متاح للمواطنين هنا داخل المنفذ بسعر 27 جنيه للكيس او للكيلو، وزي ما شايفين مع حضراتكم برضو بيتوافد المواطنين بيبدأوا يتوافدوا دلوقتي على المنفذ علشان يشتروا احتياجاتهم قبل العيد، واحنا كنا بنعرض لحضراتكم في جولة داخل المنفذ الاسعار، اسعار الحلويات كحك العيد وشوكولاتات العيد اللي موجوده هنا بكل انواعها وباسعار اقل من الاسعار الموجوده في الخارج.
دي كانت جولتنا مع حضراتكم النهاردة مشاهدينا، بنستعرض معاكم داخل منفذ كلنا واحد المدعم بمدينة المنصورة، بنتابع مع حضراتكم وبنعرض ليكم أسعار السلع الغذائية، كحك العيد والشوكولاتات وكل الاحتياجات الغذائية اللي تحتاجها الأسرة موجودة داخل المنفذ بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة داخل الأسواق الخارجية. كنت معاكم مشاهدينا مي الكناني، بشكر حضراتكم جدا على المتابعة.